مساء الخير. بنسمع كتير عن تكيس المبيض أو كسل المبيض ويلي ممكن يسبب تأخر بالدورة الشهرية وعوامل أخرى كتيرة. رح نتعرف عليها مع رئيس دائرة الجراحة النسائية والتوليد بمستشفى الحريرة دكتور شارلوت حجار بصحة دوز. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا فيك. بداية إذا بدنا نبلش بتعريف تكيس المبيض أو المبيض. تكيس المبايض هو معناتها أنه المبيض مثل ما اسمه بيقول في تكيس، يعني ما بيشتغل مزبوط، أو فينا نقول بغير معنى بالعربي الدارج كسل المبايض. شو هو تكيس المبايض؟ بيكون نحن عنا المبيض ما بيشتغل مزبوط، ببلش بدل ما يعطينا إباضة بوقتها وبتيجي عنا الدورة، لا بتكسل البويضة ما بتعود تطلع لبرا، بتصير بتنام على جنب وبتتخبى بالمبيض، بيصير بالآخر المبيض مثل كأنه كيس في طابات اللي هن البويضات اللي منهم النافعين، وبيلحقون كتير أشياء، تلخبط بالدورة، بيطلع لنا شعر زايد، عنا نصاحة. يعني هو بالزمان ما كانوا يعتبروا مرض، هلأ على تأخر عمر الزواج وعلى البدانة والأكل المش صحي صرنا نعتبره إيه في مشكل. بأي عمر ممكن يبلش التكيس؟ هلأ في ناس بتخلق عندها تكيس، في ناس مع النصاحة مع الوقت، أكيد في عامل وراثي، بس إنه نحنا لازم الأم عند الصبية أول ما بتبلغ تجيها الدورة لازم نراقبها، لقينا الدورة فيها لخبطة ما بتجي بانتظام لازم نشوف الطبيب. يعني هي الأعراض بتبلش من البلوغ عند البنت؟ إيه أكيد، من البلوغ قبل. ممكن نكتشف بالشعر الزائد، بيقولوا إنه هاي مش علنية، بس لا هو مش كل شيء له سبب، في عنا بالشعر الزائد السمنة المفرطة، خاصة سمنة على الحوض، لأنه هول الدهن هن اللي بيعملوا الكسل وبيزيدوا الكسل إذا ما كان فيه أو إذا كان عنده استعداد بيه. ونظام الأكل هلأ أكيد الأكل بيأثر، الأكل المش صحي، لأنه كسل المبايض إذا بدنا نحكي أكيد بعد شوي عن العلاج وهيك، هو لازم تعيشي حياة صحية بتأثر كتير على الموضوع. طب إذا في أسباب أساسية ممكن تشكل هذا التكيس غير غير الوراثة، أبرز سبب هو البدانة النصاحة السمنة، يعني لأنه نحن لما بيكون عنا سمنة بيصير السمنة بتتحول لدهنيات، أكيد مش كله عضل بننصحه، بيصير بميتابوليزم معين بالجسم بيتحول لهرمون ذكري، مثل ما بتعرفي الجسم كله بيتحرك بالدماغ، الدماغ بيوصلوا ليفل هرمونات، يعني نسبة هرمونات معينة، هي الهرمونات الذكورية أكثر من الأنثوية، بدل ما تيجي الدورة بتصير تلخبط، بيصير بيطلع لنا شعر، بيصير تتأخر الدورة، بنصير نسمن زيادة، هي بنصير بحلقة مفرغة سيركل فيسيو، إنه ننصح بتأخر الدورة بيطلع لنا شعر، بنفوت بالدوامة. مشان هيك نحن السبب الوحيد نقول لازم نكون نحن ضعاف، أكيد مش ضروري الضعف في مرض، بس إنه لازم يكون يعني منا ميالين للضعف مش للبدانة. طب إذا تأخر تشخيص هيدا الشيء، يعني البنت ما اهتمت لتأخر الدورة وتأخرت إنه تشخص إنه عندها تكيس، شو ممكن يؤدي هيدا الشيء؟ بده يؤدي هلا أساساً بالأساس هو عم بيكون في دياجنوستيك مؤخر، تشخيص مؤخر، لأنه بالمجتمع العربي بيعتبروا إنه قبل ما تتزوج البنت ما بناخذها عند حكيم نسائي، وهيدا شيء كتير غلط. هو المشكل اللي عنده إنه بيأثر على الحبل، على الحمل بعدين لما بدها تتزوج المريض الست، تتزوج أول سنة تاني سنة إنه ما عنا سبب، ما عم نقدر نحبل، ما في سبب، أغلب الوقت بيكون هيدا السبب لأنه ما عنا إباضة ممكن مزبوطة. يكون عندها تكيس وتقدر تحبل؟ أكيد أكيد أوكي. خاصة نحن إذا كنا مكتشفين الموضوع قبل، وهو الحمل خاصه بأنه يكون عنا إباضة مزبوطة. في كتير أوقات بيكون بيمرق دورة بيكون عنا فيها إباضة بصير في حبل. طب وشو تأثيرات هيدا الشيء إذا في تكيس وحملت؟ ما له، مجرد ما نحبل ما في مشكلة، ما في مشكلة، ما في مشكلة. طب شو ممكن يكون أعراض، يعني أعراض التكيس غير تأخر الدورة، أعراض على يعني بتبين على البنت؟ بيكون أكتر شيء في البدانة، في زيادة شعر بأماكن مش موجود، مش لازم تكون عند الأنثى، تأخر الحبل، ما بنقعد نعرف كيف بدنا نحبل، بتصير يعني هولي هن الأسباب الأكتر شيء. هل ممكن يكون اخر شيء بتبين تاخر الدوره؟ ممكن يكون له علاقه بالغده الدرقيه او بياثر عليها؟ هلا الغده الدرقيه بتاثر على الدوره، بتاثر على الاباضه، بس منا خاصه بالتكيس المبايض، كسل المبايض. وهل ممكن يؤدي التكيس لالتهابات او ممكن ينتج عن التهابات؟ ما خصه ابدا، ما خصه ابدا.
طب إذا بدنا نحكي بانعكاساته على الرحم، التكيس غير الحبل ما ممكن يأثر لا ما شيء له ولا إيه؟ انعكاسات، هي مشكلته بس انه ما في عندنا دوره منتظمه. مثل ما بتعرفي ما عندنا دوره منتظمه بتاثر على كثير ميتابوليزم بالجسم، وما بيصير في عندنا حبل، ما بنقدر نعرف امتى بدنا نحبل. نعم، اليوم قلتي لي انه البنات يعني الاهل ما بيخلوا البنت تزور الطبيب الا قبل، ايه مش ما بيخلوا، هو المجتمع هيك. بس في هلا خوف. يعني الجيل الجديد بتحسيه لا عبكير عم بيروح، انه بيسال بالسوشيال ميديا عم بيخليهم يسالوا يعرفوا معلومات، فاشياء ما بيفهموها مثلا بيروحوا بيسالوا الاختصاصي. صاروا عم يجوا الصبايا اكثر، بس هي مسؤوليه الام انه من اول ما تبلغ البنت لازم نراقب الدوره. مش مثل ما نحن بنفهم انه البدانه هي صحه، هي منا صحه، لانه البدانه بتعمل لنا سكري، بعدين بتعمل كثير اشياء تانية. لازم نزور الطبيب اكثر شيء بنشخص لما الانثى بتتزوج، لانه بصير نعمل صوره نسائيه بتبين مظبوط المبايض على الصوره النسائيه، والصوره النسائيه ما فينا نعملها لعند المراه المش مجوزه. يعني ودائما الوراثي يعني اذا الام بيكون عندها مشاكل بالمبيض بتنتقل لا للبنت مش دائما. بكل شيء، بالكسل بالمبايض، تكيس المبايض، اذا عندنا الام عندها كسل مبايض او الخاله او العمه عندنا استعداد اكثر تيكون عندنا. طب وبخصوص الليزر، يعني في البنات بيتوجهوا انه شعر زايد بيروحوا للليزر، بس اذا ما حلوا مشكلة التكيس ممكن ما يستفيدوا. ايه اكيد ما رح يستفيدوا، لانه نحن ليزر مثل ما بتعرفي فتره وبده يرجع يطلعوا، اذا السبب ليطلع الشعر موجود منحل بده يرجع يطلع. نعم. طب اليوم شو العلاج الأساسي للتكيس؟ كيف فينا علاج نعالجه؟ جذري، ما عندنا علاج. مثلا في كتير اوقات اطباء بيعطوا حبوب منع الحبل وتنظيم الدوره، هولي على المدى الطويل ما بيسوا، لانه بيزيدوا الكسل، لانه نحن بناخذهم هول لنجيب الدوره، بس هن منهم الحل الاساسي. الحل الجذري مثل ما قلت لك ما في مظبوط، في نظام حياه، هو الكسل المبايض نحن بنقول له لايف ستايل اكثر، يعني نحن لازم نكون حركين، نمشي، اول شيء جسمنا يميل على الضعف، يكون عندنا حركه، رياضه، نشرب مي، ننزل وزننا قد ما فينا، بصير تنتظم اكثر، بيشتغل المبيض تنتظم اكثر الدوره. لما بيكون نظام حياه صحي بتعودي جسمك على اشياء صحي، كل الاعضاء اللي بالجسم بدهم يشتغلوا، بتصير انه اذا لخبطت الدوره تلخبط ضمن المنطق، لانه نحن الدوره بين 25 نهار و45 نهار، هيدا شيء طبيعي. ممكن يكون يعني في اذا عوامل تانية مثل ستريس وهالقصص طبيعية. ما هو ستريس كتير بيأثر، ستريس بيأثر على الجسم، بيأثر على الكسل، عشان هيك نحن بنقول نظام صحي، يعني طبعا. صحي مش بس بالأكل، بالحياة الصحية. طب وفي أدوية تانية غير منع الحبل؟ في أدوية بنخدها بس ما عليهم كتير دراسات، بس كتير بيساعدوا، لأنه فيهم مادة الإينوزيتول اللي هي لما بيكسر المبيض ما بيعود يفرزها، بتكون موجودة لما بناخدها بكمية بتصير تساعد شوي. اوكي، بس بسمع انه في بعض الاطباء بيتوجهوا لدواء السكري. ان احنا بنعطي دواء السكري لحتى لنساعد بالضعف، لما بدنا نضعف راحت السمنه اللي بدها تتحول مثل ما قلنا لهرمون ذكري بدماغه للباسيون للمريضه بتصير تضعف، ما بيعود السبب الاساسي للكسل موجود. طب اليوم لما نقول موجود اكياس مي على الرحم هي نفس المعنى ولا بتختلف؟ هلا التفسيرات كتير بتختلف، بس الكسل المبايض، الكياس على المبايض غير الكيس على المبيض اللي بنعمل له عمليه. هول الكياس اكبر كيس بيناتهم بيكون سنتي وبيكونوا كتار، يعني نحن نقول عندنا كسل مبايض يعني لازم عندنا يكون مينيموم بالمبيض 12 كيس، بس الكيس بيكون سنتي لينعمل له عمليه. ما بينعمل لهم عمليه، كان بالزمان يعملوا دريلينج، شيء اسمه دريلينج، عمليه نادور ونحرق هول الكياس. اكتشفوا انه مع الوقت نحن عم نحرق المبيض ما عم نستفيد، مشان هيك ما بقى نعمل عمليه. بس العمليه لنشيل كيس على المبيض لما بيكون الكيس على المبيض فوق الأربعة سنتي، في كتير أنواع كياس، شوكولات سيست، ديرمويد سيست، في كتير قصص، بس مش هني كسل المبايض أو تكيس المبايض. بتفرق كليا. ايه أكيد بتفرق. نعم. كيس على المبيض عملنا له عملية، انتهينا، خلصت، بنعيش الحياة عادية. اوكي، في شي نصيحة بتحبي تقدميها للبنات وخصوصي للتوعية مثلا؟ أنا بنصح كل البنات وخاصة للجيل الجديد إنه نحافظ على صحتنا، حيلا شيء عنا حاسينه برات الطبيعي مش معودين عليه، لو كان طبيعي نروح عند الحكيم الاختصاصي ناخذ رايه، هيدا بيكون افضل شيء، لانه الوقايه افضل من العلاج واحسن من العلاج. نعم.
والمهم انه يكون في طبيب نسائي دائما عم بيتابع الفتاة أكيد. من عمر صغير. أكيد. نعم. رئيس دائرة الجراحة النسائية والتوليد بمستشفى الحريري دكتور شارلوت حجار، شكرا لك. اهلا وسهلا. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، انتظرونا بحلقة جديدة نهار الجمعة 7 المساء مع ضيف جديد ضمن صحة دوز عبر منصات موقع لبنان الكبير.